لحد اليوم ما في سياسة واضحة وصريحة وإدارة سليمة لمعالجة النفايات بكل لبنان. شرفان بالنهاية مدينة، يعني مدينة إذا تجي تعالج نفاياتها بدها إمكانيات أكبر من اللي موجودة هلأ. ولقينا أنه مع وجود النازحين السوريين زادت كمية النفايات بنسبة 30%. من 8 طن لحوالي 12 طن يومياً. وهذا اللي أثر سلباً على وأربك بعض الأحيان عملنا بالبلدية، لأنه نحن ما كنا حضرين لهالمهمة تكون يعني لهالدرجة هيدي. المعالجة الوحيدة والصحيحة والسليمة والصحية هي انه نبدأ من الفرز من المصدر، من البيوت، من المؤسسات، من المدارس. بلشنا بعملية التوعية مع طلاب المدارس، مع الأمهات. هاي الحملات بلشت عنا بالمدرسة حتى نبلش نحن الطلاب، نحن المسؤولين أول شيء من هذه النظافة، إنه نفرز النفايات ونعلم رفقاتنا كيف بدنا نفرزها. من بعدها نحن لازم نرشد أهالينا كمان إنه نكون مثل قدوة لهم، نعلمهم كيف لازم يستعملوا النفايات ويفرزوها بالبيت. بالبداية كان في 150 شخص متعاونين بيبعتوا رسائل على الواتساب، برد عليهم شخصياً، بيحددوا العنوان والوقت اللي بيناسبهم لروح عندهم. أنا غازي فيصل شحود، سوري جنسية، جينا من سوريا، صار لي فترة بشتغل بلبنان، طوع بجمعية شعاع البيئة من أكثر من 8 شهور، بشتغل بمجال فرز النفايات طبعاً بالاشتراك مع أخي سليم. يتواصل سليم عبر الهاتف مع المشتركين اللبنانيين، يوجهني وين بروح وين بيجي، بروح ننسق مع بعض، نجيب الكيس، نعطيه الكيس فاضي بداله. إذا كله بيمشي مثل ما أنا عم بمشي، كله بينجح، بينجح المشروع. بنرجع بنحطهم بهاي الآلية، بنجمعهم بمركز تجميع خاص، بعدين نحطهم نعمل إعادة تصنيع لإلهم. كل شيء بيتصنع لحاله، البلاستيك لحاله، التنك لحاله، كل شيء مادي بتنفرز على لحاله. فسيرش فور كومن جراوند قدمت لنا هاي الاليه وجابت لنا 2000 كيس فاضي، بنستعمل من الف لنجمع المواد الموجوده عندنا بمركز الفرز، والالف الثاني بنوزعهم على العالم. ناخذ هالبضاعه ونجمعها ونفرزها ونبيعها للشركات اللي بتعمل ريسايكلينج. كل المدخول اللي ممكن يجينا منه حنعود نرجعه للناس. بخصوص العلاقة بين اللبنانيين والسوريين عم تكون كمان موجودة نتيجة البداية اللي بلشت هون مع جمعية البحث عن أرضية مشتركة. بلشت فيها إنه كان عندهم الفكرة إنه نعمل التقاء للمجتمعين اللبناني والسوري، وفعلا لا شعوريا صرنا أصدقاء، صرنا أصحاب، صرنا نتعاطى مع بعض، صرنا نعمل زيارات لبعض نتيجة هاللقاءات اللي كانت تصير. عم نلاحظوا انه هذا اللقاء مش فادنا بس بهذا البروجكت، بهذا المشروع، عم يفيدنا لاحقا بأمور تانية كتير.